ريمكو ويك مستمرة بأوتو فوكس، ولما نحكي ريمكو ما بنحكي فقط سيارات، بتعرفوا انه كمان رسام يونس موتور كومباني وكلاء كاواساكي بلبنان وبيجو سكوترز. ومين افضل من رامي انه يكون معنا اليوم؟ رامي صقر اللي هو شوروم مانجر وكمان باور سبورتس مانجر زي ما بنحكيها بريمكو. رامي هاي، مش اول مره اكيد معنا بأوتو فوكس، تنضوي اكثر اعتراضات كاواساكي وبيجو، بيجو سكوترز اكثر يعني، وكثير مطلوبين بلبنان خاصة هلأ بعجقة السير بالعاصمة بيروت وبالمدن هيك المكتظة بالسكان. مزبوط، مثل ما عطول تعودنا بلبنان من وراء عجقة السير وغلى البنزين أوقات عطول عم ننصح بالموتويات، واللي ما بحب يكبر على موتو جبنا لاين اب اللي هو بيجو سكوترز اللي هو بعجقة السير أهيم من موتو. اليوم بيجو سكوترز قدمت لاين اب جديد اللي هو بيجو جانجو بفور كاتيجوريز، بنبلش بال 125 هيريتج. إذا بتلاحظ الزرقاء يعني الزرقاء إذا بتلاحظ كيف أخذين الهيريتج ستايل عاملين على سكوتر، طابع شوي قديم، رجعوا ردوا كيف كانت بالسيكستيز، وها ماشي طابع الفرنسي موجود هيك التاتش الفرنسية الديزاين عيام الأفلام الفرنسية السابقة اللي كنا نحضرهم. إذا بتطلع فيها بتحس عم تحضر فيلم قديم. مزبوط، إذا بتلاحظ على كيف مستعملين الديتيلز يعني كيف عاملين فينيشنج فيها للموتو والديتيلز تبعها طالعة معهم كتير حلوة. في عندك ال 125 اليوم بمارتش عم نقدم فري ريجستريشن، يعني هيدا الموتو في تخدم تسجيل مجاني ب 3600 دولار مسجلة خالصة، أكيد مكفولة على سنتين، unlimited mileage، تصليح بالشركة وقطع كل شيء متوفر، ومع إمكانية التقسيط على كل موتو. عندك من بعد ال 125 بيجي ال 150، هون بتبلش ب 3 كاتيجوريز لل 150. شو اسمه تاني جانجو يعني اليوم عم شفنا هلا ال 125 هيريتج. هيريتج عندك هلا ال 150 ايفازيون. الايفازيون هي بيجي فيها الوان شوي فاقعه، نعم. من فوق على طول ابيض، من تحت في احمر، في اورنج، في بعد لونين غير. ال 150 بتصير موتور اكبر ب 25 سي سي، بصير عندك الكرسي شوي مستعملين ديتيلز شوي عليها اكثر، مستعملين اللد هلا بنشوفه على السيلفر هونيك، نعم. اللد كرمال بالليل اشارات لد. ال 150 ببلشوا يستعملوا كمان سينكرونايزد بريكنج كنترول، يعني انت بس تعمل فران قدام او فران ورا بيشتغلوا اثنيناتهم، هي بتقسم قدام وورا. بذات الوقت صار في سادن بريك بتقدر تساعدك السكوتر، لأنه السكوتر دولاب صغير بيكون شوي أكيد. أصعب من دولاب الموتو. ولاحظ كمان قدام عارضين دولاب كرمال ستابلتي أكتر، إذا بتسوق الموتو بتحس حالك حتى جانت الدولاب مهضوم كتير. مزبوط، هذا مستعملينه أبيض، نعم. مع الوايت ريم مع الدولاب. إذا بتسوق السكوتر بتعمل إذا عم تعمل كورنر أو لينينج بتحس حالك عم تسوق موتو، بتحس حالك عم تسوق كوازاكي، آه. فيها سسبنشن شغلين كتير على سسبنشن، كرستها كبيرة بتقعد مرتاح، اللي بيقعد وراك حتى ما بتحس انك قاعد اثنين على السكوتر، كحال واسعة كتير كرستها من ورا، ان كان ناحية امامية وحتى من ورا، وكمان مكان لواحد يحط ايديه اكيد على الجهة. اليوم حبينا نفاجئ كمان النولن، ما فينا على طول بدنا نحكي عن السيفتي والسبيدي كمان الجاكيت اللي جبت لك هيدي جورج لتشوف قد ايه رقيقه فيك تلبسها بقلب استوديو ما بتحس بالشوب. هلا جايين على ايام صيفيه وانا لابس وحده مع فول سيفتي كمان بروتكشن اكيد على اكيد على طول احنا بنشدد على السيفتي، السيفتي اهم من الموتو، الهلمتس الجاكيتس جلافز مع البوتس أكيد. والبانتس اكيد، لو حتى عم تسوق سكوتر ما تقول انه ما بيأثر سكوتر ما بيصير لي شيء، نلبس بروتكشن ما بتخسر، خاصه الخطر من غيرك مش منك انت، يعني بدك تضل منتبه انه حدا انه اكيد يرجع عليك او شيء، بقى دائما سيفتي ضروري. اليوم كمان عم تتابع مع 150 الالور، الالور بتصير شوي اخذه تيب شوي إذا بدك كلاس أكتر من سبور من هوليك، عندك الألوان بيفرقوا، ألوان الألوير على طول غير العادية، كمان 150cc synchronized braking system، الألوير بتفرق زيادة عن غيرها إنه مع الراك ورا في حال بدك تحط التوب بوكس تبعها، التوب بوكس تبعهم جايين من لون الموتو كمان مع الباك راست من لون المقعد، أكيد من لون المقعد باك راست تيلقي ظهره اللي وراك، وعندك كمان في نحن على غير موديل فيك تحط الازازة فيك، نعم. تحط فرونت راك كمان اذا بدك تحط غراب. رح نوصل هلا على السبور، السكوتر السبور الحلو كتير مع اللاد اللي كمان مضوى، هذا اللاد اللي كنت عم بقول لك عنه، نعم. هذا كتير بيساعد بالليل لانه بتعرف سكوتر شوي صغيره بتصير تخاف شوي اذا ما بيشوفوك السيارات بالليل، مشان هيك بيجو حبي تعمل من قدام لاد ديزاين وايز حلو كتير، وبذات الوقت سيفتي بيساعدك، عندك اللاد على طول مضوى يعني بنهار ولا بالليل. هلا كمان اذا فينا نبرم ندوي الاشارات كمان
فيك هذا يفهم هيدي كاستمايز لزميلنا إليه يلقب بـ99 فيك تحط الرقم اللي بدك اياه على هيدي السكوتر بيبعثوا لك سات ارقام فيك تعمل اللي بدك اياه. نحن كمان ازريمكو باور سبورتس عم نعطي اوبشن للعالم يعملوا كاستمايزيشن اللي بدهم اياها على السكوتر، في هو ينقي هيدا اللون يكون على هيدي فينا نعمل له اياها. بدي فرجي بس الاشارات اللات كمان حتى نعم. فيها من السكوترز القليل اللي بيكون فيهم فلاشر، كمان الفلاشر كرمال سيفتي ومستعملين لات كرمال يبين اكثر بالليل. السبور اللي بيميزها عن غيرها فيها بتجي بس لونين اللي هي سيلفر مات والبلو ريسنج. اليوم عندنا السيلفر مات. سيلفر مات حبينا فرجي السيلفر مات. السبور اللي بيميزها اكيد كمان كرستها اللي بتجي غير عن العاده وبتجي سولو سيت ورا نعم. وفيك باقل من دقيقه تركب الكرسي الثاني اذا بده يطلع حدا معك. وبسهولة فيك تفكها دغري وبيطلع فيك تحط كرسي. وكمان الهلمتس الحلوين كمان هيدي كمان هلمت جديدة بحب فرجيك. هيدي كمان هفيس فيك تلبسها مع فايزر مع سان فايزر كمان من القليل اللي عم بيجوا الهفيس كمان. رامي شكرا، يعني بعرف بدنا بعد وقت اكثر يمكن نحكي عنه بالتفصيل، بس رح خلي الهلمت معي اخي شيء تنشدد اكثر شيء على السيفتي دائما، بس سوق سكوتر او موتو اهم شيء الهلمت. مزبوط. شكرا مره جديده رامي، ما تنسوا ترجعوا تتابعوا الحلقه على mtv.com.lb وراسلونا على بيج اوتو فوكس على الفيسبوك. الى اللقاء.